من ضمن التعليقات عاوز اقول لكم وظيفتي تيلر او صراف في بنك السي اي بي، واقول لكم طبيعه الشغل. الشغل عباره عن انك بتكون مسؤول بخلاف شغلك الاساسي على الصرافه او التيرر، على كمان جزء من الاي تي ام، لانك مسؤول عن تخزينه والصيانه في هذا الموضوع. كتير جدا بتنزل في ايام الاجازه، لان احيانا بتبقى مطلوب انك تبقى مسؤول عن التغذيه والصيانه للمكنه. احيانا ساعات بتشتغل لغايه الساعه 7 واحيانا 9 بالليل، ولكن عاوز اقول ايضا ان المكان من ضمن الاماكن اللي بتدي مرتب عالي بالمقارنه مع الاخرين. الراتب هتلاحظ هنا انه تقريبا بيوصل الى حديث التخرج من 6.5 ل 7 ل 7.5. الارباح السنويه ممكن توصل من 35 الى 50 الف بالمقارنه مع البنوك الاخرى. ده يعتبر ارباح كبيره، لان في بنوك تانية ما بتديش هذه الارباح لحديث التخرج، ممكن توصل 20 وهكذا، ما هو بيبدا من 35 على حسب طبعا تقييمه كده. فدي من ضمن المزايا. واسم كمان السي اي بي من الاسماء الكويسه، لو حبيت تنتقل الى مؤسسه ماليه او بنك اخر اسم كويس جدا، فدي من ضمن المزايا التي يجب انك تاخذها في الاعتبار. وربنا يوفقك ويكتب لك كل خير باذن الله.